الحنورة عسلامة. عسلامة صباح الخير. مرحبا فؤاد. عايشكم بيك. نحب نرحب بزيادة بالأستاذ المجتمعين الكل وعلى رأسهم الأستاذ غسان. الأستاذ هكا نحوي لك سي فؤاد البيجي. مرحبا بيك خويا في تونس. دونك فؤاد وين موجود أنت توا؟ والله حاليا في ألمانيا أنا تحديدا في الدار. تحديدا في الدار. بي تورنوا بديت البارح تتلعب هكا ولا؟ التورنوا صحيح بديت البارح تتلعب. 8 إكيبات عندنا زادة من أقوى الإكيبات على رأسهم الجيكرز. نرحب بكم. يظهر الجيكرز عندها شعبية كبيرة برشا. لا تبارك الله عليهم معناها وليدات ضاوين وعندهم مستقبل في الإي سبورت. دونك التورنوا هذايا باش يكون بلوتو كان اول تورنوا يتلعب في سيستم تاع ليغ معناها مش كيما القدم معناها نتاع يلعبوا ثم نهائي من بعد ربع نهائي وحتى يوصل للفينال. باش نقولوا قبل كل شيء التورنوا هذا اون لين دونك اون لين يلعبوا دونك يظهر لي مش ديما نلقاو دي تورنوا يتلعبوا اون لين فؤاد هكا ولا جيني فيش؟ لا مش برشا مش برشا مش برشا. فوالا منين جاتك الفكره ولا على خاطر انت في المانيا ما تعرفش تكون موجود هوني هذاك علاش نظمتها اون ليني؟ اوكي خاطر انا معروف ياسر باللول و ثم وقت في الوقت بون اللي بديت فيها نعمل تورنوات ما كانوش برشا تورنوات اون ليني دونك قلت فرصه باهيه باش واحد يحرض شويه الشباب باش يلعبوا اون ليني. شنو الفرق ما بين الفيرسيون الاولى والفيرسيون الثانيه؟ الفرق هو في السيستم. الفيرسيون الاولى كانت ديسكاليفيكاسيون سامبل معناها كيما قلت لك ثم نهائي حتى تكشي للفينال. والفيرسيون هذه باش تكون سيستم تاع ليغ بطوله معناتها ليكيبات الكل باش يلعبوا كونتر ليكيبات الكل. فوالا دونك غسان يحب يسالك حاجه دونك خلينا نسمع شنو يحب يقول لك. اهلا فؤاد. اهلا فؤاد. عندي سؤال باش نساله لك. انا البارح دخلت الستريم شويه وشفت عدد العباد اللي قاعدين يتفرجوا خاطر كيما تعرف البلاتفورم اللي قاعد يستريم عليها فؤاد اسمها تويتش. تويتش هذه كيما اليوتيوب ماما للجيمينج به. شفت انا شفت كي دخلت نلقى 700 عبد قاعدين يتفرجوا فيك وقتها. اكثر عدد دخلت له فؤاد في الستريم البارح قداش؟ اكثر عدد باري 840. تخيل 840 سبيكتاتور alors que c'est un tournoi en ligne و 8 équipes تكاهو معناها نتصوروا كان احنا كبرنا اكثر في التورنوا والكل راهو نومبر دو سبيكتاتور طلع وذاك علاش ديما نقولوا معناها راهو فما برشا عباد يحبوا معناها الجيمنج. وزاد التوش نتاع فؤاد هو ستريمر معناها ومعناها هو ديما مستانس هو يلعب والكل تو ولا هو ياخذ في الرول نتاع الكومونتاتور كي بدا يتلعب طرح كيما في الكوره دايوغ تلقى معلق يعلق عليه فؤاد قاعد يلعب في دور المعلق هذا جيلي فيش المعلق وي لي بارفي معناه روحه خفيفه ضامر ويعرف يعدي المساج وكل العبيد بي. جيلي فيش صار في تورنوا البارح عطينا فكره شكون ليكيبيت اللي لعبت اللي ربحت اللي خسرت؟ لحد الان احنا عندنا 8 ايكيبات ان شاء الله ما ننساهمش. عندنا جيكرز اس بي ال ريفورم فول اوت ريفورم جيلتي توكسيك فورتكس مازالوا زوز اخرين نسيتهم بلاك بوك تيم واخر واحده هي زحمة قدامي يعني الدورة مش حطيله اللي صار بارح هو أنه SPL Geekers والإسبادة الإسبادة الأخرائب ولا والإسبادة هما الليكيبات اللي ربحوا ماتشواتهم كل الباقي كل فيهم شكون ربح وخسر ماتشواته وفيهم كيب واحدة بركة خسرت ماتشوات كل لا داعي لذكر لسان بي. دونك احنا نحكي على تورنوا دونك شكون اللي أقرب باش يهز التورنوا هذايا؟ بور لو مومون حاسه محصوره ما بين الجيكرز والاسبادا والاسبيال خاطر هما ثلاثه اللي رابحين ماتشواتهم الكل. اما الطاوله لعبوا كونتر بعضهم الثلاثه اليوم باش يلعبوا كونتر بعضهم ونطور باش يكون ماتش ديسيزيف اللي باش تلعب بيناتهم ثلاثه. باهي اللي يحبوا يتابعوا تورنوا كيفاش ينجموا يتابعوها؟ ثلاثه دبليو نقطه تويتش نقطه تي في سلاش جيلي فيش تي ان جي او ال اي كريغ اف اي سي هاش تي ان. اقوى حاجه ثلاثه دبليو هي راهو الكاش برايس جيلي فيش المره هذيا. الكاش برايس عندنا 800,000 باش تتقسم 500 للاول و 300 للثاني بحكم انه حتى الثاني تسمى عامل فور كبير معناها صحيح ويسحق معناها انه الكاش برايز ما تكونش بعيده برشا ما بين الاول والثاني. باهي جيلي فيش وقت باش تجيب حذينا؟ ان شاء الله في تونس اخر جويليه تقريبا واحد بعد ما يتوفى القرايه معناها ينجم. باهي باش تكون بحذينا انفيتي هكا من توا يزنا كونفيرمي وا
علاش لا مادام خويا الراس غادي نمشي وين هو وين انا فوالا ميرسي جيلي فيشاتك صح بون كوراج ونحب زيد نتابع معاك تورنوا شنو باش يصير فيها وشنو جديد دونك كاين فما حاجه كنعاودو نرجعو لك ميرسي بوكو جيلي فيش تشاو فيلمين سينو غاسينا احنا مكملين معاك.